المهندسون والفنيون أول من يصل دوما إلى مدرج الإقلاع، وهم أسياد الطائرات الحربية عندما تكون رابضة على الأرض. قبيل الإقلاع لا أحد من المهندسين والفنيين يعرف من سيقود الطائرة التي يخدمونها. وخلافا للطيارين والملاحين الذين يقودون مقاتلات مختلفة، يبقى المهندسون والفنيون أوفياء لطائرة واحدة. إعداد الطائرات الحربية قبيل الإقلاع يختلف في روسيا بشكل ملحوظ عما هو معتاد في القوات الجوية للعديد من بلدان حلف الناتو. ففي تلك القوات تقوم الطائرات الحربية بعدة إقلاعات متلاحقة بعد فحص يقتصر على أهم عناصرها. أما المهندسون والميكانيكيون الجويون الروس فيفحصون جميع أجهزة الطائرة وعناصرها وبكل دقة قبيل كل طلعة تقوم بها، وإذا خامرهم أدنى شك في صلاحية عنصر واحد فيها يصار رأسا إلى تأجيل الإقلاع. جرت العادة على تخصيص اللمسة الأخيرة في إعداد الطائرة قبيل الإقلاع لتلميع ظاهر الفانوس، والفانوس في قاموس الطيارين والفنيين هو مقدم الطائرة أو القبة الزجاجية لقمرتها. هذه المقاتلة وقاذفة القنابل تنعت في روسيا بفرخ البط بسبب أنفها المفرطح. المظهر الخارجي للأنف هو نفس مظهر الهوائي الخصوصي المخبأ تحت التلبيس، ومهمة الهوائي مساعدة طاقم الطائرة على التحكم بالفضاء الجوي والتنشين على أي هدف أينما كان في سطح البحر أو في الجو أو على اليابسة. قمرة سوخوي 34 مريحة وملائمة للتحليقات الطويلة والبعيدة، وبوسع الطيارين أن يقفا بطول قامتهما في القسم الواقع خلف المقعدين، وهناك مرحاض وصندوق لتسخين الطعام. في بادئ الأمر صممت هذه الطائرة لتدريب طياري سلاح الجو البحري على الهبوط بسلام فوق متن السفينة، إلا أنها تحولت في سياق التصنيع من طائرة تدريبية إلى طراد جوي مقاتل. سوخوي 34، الطاقم قائد وملاح. السرعة القصوى 1900 كيلومتر في الساعة. مدى العملية القتالية 1100 كيلومتر. ارتفاع التحليق 17000 متر. الحمولة القصوى 44360 كيلوغرام. سوخوي 34 بصفتها قاذفة قنابل قادرة على تدمير هدف أرضي محصن جيدا أو سفينة كبيرة مضادة للغواصات. إجمالي وزن أسلحتها 8 أطنان، وبفضل مزاياها التحليقية الكبيرة تستطيع بصفتها طائرة مقاتلة أن تخوض المعركة الجوية بمناورة عالية فتحمي نفسها وتدمر طائرات العدو في الجو. لدى كل طيار أو ملاح في روسيا تخصص معين كقيادة طائرة الهجوم أو المقاتلة أو قاذفة القنابل، ولكن مهما كان النوع الذي يختاره الطيار المستجد فإن الطريق إلى الأستاذية في القيادة لن يكون قصيرا. بعد
إنهاء الدراسة في المدرسة العسكرية تبدأ تدريبات لا نهاية لها على جهاز التدريب الأرضي، ثم أداء الامتحانات، ثم التحليقات مع المرشد، ثم يصار لتحليقات مستقلة متنوعة لساعات معينة، ثم يبدأ الطريق الطويل من الإقلاع والطلعات التعريفية إلى التحليقات القتالية الدراسية. بعد 4 سنوات من الخدمة لا أقل ولا أكثر، يكون الطيار مؤهلا لتنفيذ أي مهمة في الجو تقريبا. غالبا ما يمزح الطيارون بشأن هذه الطائرة قائلين إنها تحلق كالمكواة. هذه الطائرة المتينة الثقيلة والمستقرة أثناء التحليق إنما هي قاذفة قنابل، قادرة على تسديد الضربات بالقنابل والصواريخ إلى الأهداف ليل نهار ومهما كانت حالة الطقس. الخاصية الرئيسية لهذه الطائرة هي جناحها الشبيه بالسهم والقابل للتغير. طاقم الطائرة يستطيع تغيير جناحيها في 4 وضعيات مختلفة. أثناء الإقلاع يستقيم الجناحان ويزيدان من قدرة الطائرة على النهوض. سخوي 24، الطاقم قائد وملاح، السرعة القصوى 1400 كيلومتر في الساعة، مدى العمليات القتالية 560 كيلومتر، ارتفاع التحليق 11000 متر، الحمولة القصوى 39700 كيلوغرام. رمز القوة والمتانة هو الثور أو الجاموس الذي ليس لديه أعداء من حيث المبدأ. أنا نفذت تحليقي الأول جيدا، فهنأني زملائي على نجاحي، وحسب التقاليد ضربوا دعامة الشاس الأمامية بعجيزتهم، وكان ذلك أحلى انطباع ظل عالقا في ذاكرتي. عندما تقوم قاذفة القنابل سوخوي 24 بالمناورة القتالية في أثناء التحليق، يلتصق الجناحان ببدنها في الواقع، فتنخفض مقاومة الريح وتزداد سرعة الطائرة. التحليقات الليلية على الطائرات الحربية محفوفة دوما بالمجازفات والمخاطر. حتى الضباب الخفيف يحجب الأفق، فتختلط السماء بالأرض. الأجهزة وتعليمات المناوبين تساعد الطيارين في الاهتداء إلى الاتجاه الصحيح. السلاح العصري الفائق الدقة يمكن الطائرات الحربية من تسديد الضربات إلى الأهداف الأرضية مهما كانت حالة الجو وشدة ظلام الليل. بعد مغيب الشمس يستمر الإقلاع والهبوط حتى الهزيع الأخير من الليل. مع
معشوقة الجماهير، أخبارها وأرقامها، نجومها وجوائزها في برنامج رياضة 26. هذه الطائرة تمثل علامة مسجلة روسية معروفة في العالم مثل بندقية كلاشنكوف الرشاشة ومثل البالي الروسي. ميغ-29 مقاتلة جبهوية خفيفة مكيفة لجميع الأحوال الطقسية، وهي تحلق وكأنها لا تعبأ بقوانين الجاذبية. نظرا لثباتها في المناورة، حصلت ميغ-29 على توصيف نقطة الارتكاز والإسناد حسب تصنيفات حلف الناتو. هذه النقطة الفعلية كامنة في هيكلية الطائرة، فهي بدون بدن خالص. الجناح فيها مندمج بالبدن، وفي الجزء العلوي الذي تتحول فيه قاعدة الطائرة تدريجيا إلى جناحين، تنشأ دوامة من الرياح أشبه بأعصار التورنادو. هذه الدوامة تؤدي إلى زيادة كبيرة فورية في قدرة المقاتلة على النهوض وعلى أداء مختلف المناورات بشكل أسرع من الصوت. حظيت ميغ-29 باعتراف عالمي كونها من أكثر المقاتلات متانة وفاعلية في المعارك الجوية. سئل أحد المصممين ذات مرة: ما الذي يحمل الطائرة على البقاء في الجو أثناء أداء الحركات البهلوانية التي تفوق التصور؟ فأجاب: مئات الآلاف من الأيدي التي صنعتها. السلاح الرئيسي للمقاتلة ميغ-29 للمسافات القصيرة هو الصاروخ الموجه R-73 المزود بجهاز تنشين يعمل بالأشعة تحت الحمراء. قائد المقاتلة يستطيع استخدام الصواريخ وقذائف المدفع أثناء قيامه في الجو بأية مناورات كانت. ترعرعت قرب المطار وشاهدت بأم العين كل التحليقات التي تمت في مركز ليبيتسك للطيران. كنت منذ الطفولة أحلم بقيادة مقاتلة لأقوم بالحركات التي يمكن أن تؤديها المقاتلات، وقد تحققت أمنيتي. فها أنا أقود ميغ-29 وأنا كطيار ممارس معجب بها أشد الإعجاب. ميغ-29، الطاقم طيار واحد، السرعة القصوى 2400 كيلومتر في الساعة، مدى العملية القتالية 3000 كيلومتر، ارتفاع التحليق 18000 متر، الحمولة القصوى 18500 كيلوغرام. في سلاح الجو الروسي لكل طائرة مقاتلة رقمها الخاص،
وخلال المكالمات بين الطيار ونقطة المناوبة لا أحد يذكر نوع الطائرة أبدا، فتستخدم الأرقام وحدها. مناوبو التوزيع يشرفون بالكامل على تحركات الطائرات في المطار، فيعزون بتشغيل المحركات والإقلاع والهبوط، ويتصلون بجميع الطواقم التي في الجو، ويتابعون مناوراتهم ومدة بقائهم في الأجواء. إلى هنا تصل المعلومات من طائرات الركاب التي تحلق على مسافة 100 كيلومتر حول مركز الطيران، وبناء على تلك المعلومات تتوجه الطائرات الحربية لأداء مهمات التحليق في المناطق الجوية الخالية من الطائرات المدنية. الطيارون الروس يسمون طائرة الهجوم هذه الزاب. وقد تم تعميدها القتالي في بداية ثمانينات القرن العشرين أثناء حرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. الطيارون يحبون سوخوي 25 بخاصة لديمومتها الطويلة. كانت طائرات الهجوم تعود إلى المطار بمحرك واحد وعطل في مدادتي الجناحين وأثار إطلاقات على الزجاج الأمامي للقمرة. سوخوي 25، الطاقم طيار واحد، السرعة القصوى 1000 كيلومتر في الساعة، مدى العملية القتالية 1250 كيلومتر، ارتفاع التحليق 7000 متر، الحمولة القصوى 19000 كيلوغرام. في الحال الحاضر نجد أحدث أنواع سوخوي 25 الهجومية قيد الخدمة ضمن تسليح القوات الجوية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وأنغولا وأفغانستان وبلدان أخرى. سوخوي 25 طائرة هجوم مخصصة لإسناد القوات البرية في ميدان القتال مباشرة. أنا أحب هذه الطائرة حبا جما، وعندما يسألونني أنت قائد قاذفة قنابل أم مقاتلة أقول لا هذا ولا ذاك، أنا قائد طائرة هجوم، ومفهوم الطائرة الهجومية فيه مفخرة واعتزاز، ولذا أطلق عليها اسم الزاغ، فهي شبيهة بهذا الطير الأشم الجميل والخطير. عندما أقترب من هذه الطائرة أحييها من دون كلمات وأوحي لها بأن تستعد للتحليق، ولسان حالي يقول هيا يا رفيقتي سنقلع وأنا وإياك الآن وسيكون كل شيء على ما يرام. لدينا تقليد ينص على أن الملازم الذي يقلع لأول مرة على طائرة سوخوي 25 يوزع السجائر بعد أن يعود ويهدي علبة غير مفتوحة وموقعة للذكرى. أنا دربت 6 طيارين وأحتفظ في البيت بكل علب السجائر المهداة لي. الميجر جنرال ألكسندر خارتشيفسكي آمر مركز ليبيتسك للطيران. تحت إشرافه يتدرب الطيارون على الأرض لإتقان التحليق الجماعي والطيران البهلواني. في الجو يقوم الطيارون بنفس هذه المناورات على مقاتلات سوخوي 27. هذا هو فريق الطيارين الشهير المعروف باسم صقور روسيا. يقال عنهم إنهم لا يحلقون في الأجواء بل يرقصون هناك.
الطيران الجماعي من أخطر أنواع التحليقات. الأثر المتشابك للمحركات والجناحين وكذلك قرب المسافة بين متون الطائرات يتطلبان توافقا وانسجاما في العمل ودقة من كل طيار كدقة صاغة المجوهرات. إلى جمال المشهد البهلواني يؤدي الطيران الجماعي مهمات قتالية أيضا. عندما تحلق عدة طائرات في هيئة واحدة يخطئ الرادار في تشخيصها ويعتبرها طائرة واحدة، وحالما تصل الطائرات إلى الموضع المطلوب تتفرق وتمضي كل واحدة منها لأداء مهمتها القتالية. ألكسندر خارشيفسكي يؤدي تحليقا بهلوانيا انفراديا. الحركة البهلوانية المحببة إليه هي حركة الناقوس، وهي عبارة عن عنصر معقد وخطير من عناصر المعركة الجوية، حيث ترتفع المقاتلة عموديا ثم تتوقف فجأة. سوخوي 27 تجمع بين الهيكلية الأمثل للطيارة الشراعية وبين المحركات الجبارة، ما يساعدها على البقاء معلقة في الجو على أوطأ ارتفاع وبأدنى سرعة. بعد الهبوط مباشرة يناقش ألكسندر خارشيفسكي مع الفنيين والطيارين ملابسات تحليقه، وهو معروف في العالم كله بصفته طيارا لم يخسر ولا معركة جوية واحدة. في أجواء المحيط الأطلسي تفوق بطائرته سوخوي 27 على الطيارين الأمريكيين ومقاتلاتهم F-15D في المناورات التدريبية، وعرض عليه الفرنسيون المشاركة في معركة جوية على متن طائرتهم المقاتلة ميراج 2000. لم يكن يعرف مواصفات هذه الطائرة ولم يسبق وأن حلق عليها، لكنه صعد إلى قمرتها وأقلع بها وسجل نصرا مبينا وأثار دهشة الفرنسيين، فقلدوه الميدالية الذهبية الفرنسية تقديرا للخدمات الحربية. سوخوي 27، الطاقم طيار واحد، السرعة القصوى 2500 كيلومتر في الساعة، مدى العملية القتالية 1680 كيلومترا، ارتفاع التحليق 18500 متر، الحمولة القصوى 30000 كيلوغرام. المهمة الرئيسية لطائرة سوخوي 27 ذات الديناميكية الهوائية الرائعة هي التفوق في الجو، ومن الصعب القول ما إذا كان الطيار المتواجد على متن طيارة أحدث أو من الجيل الثاني سيتفوق أم لا، فكل شيء يتوقف أولا على الطيار نفسه وثانيا على ظروف المناورة التي تنشب فيها المعركة. فالطيار الذي يلمح الهدف قبل غريمه ويوفر ملابسات استخدام السلاح يكسب المعركة.
بعد التحليقات تتوجه الطائرات إلى مرابضها، ويعود الطيارون إلى منازلهم. ففي وقت السلم ليست هناك مناوبة قتالية.